مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطور جدا سهل وسريع. عنا لحمة مفرومة، 4 بيضات، 3 معالق طعام زيت زيتون، رشة صغيرة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة 7 بهارات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط زيت الزيتون فوق اللحمة، بقليهم على الغاز. بس قليت اللحمة بهيدا الشكل، هلا اقطعها والبهارات والملح، حركهم مع بعض. كمان بحط فوقهم البيضات. بسم الله. خلطهم مع بعض بهيدا الشكل. انتهينا من الوجبة، صارت جاهزة للتقديم. هذه الوجبة اللي عملتها أنا وياكم للفطور، كتير سهلة وسريعة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.